محمد أبو دقة من شركة سيمكو للمعدات الصناعية. طبعا شركة سيمكو هي شركة رائدة في المعدات الصناعية منذ زمن طويل، متخصصة في المكائن الصناعية وخاصة مكائن CNC، مكائن متطورة جدا. لدينا من المكائن رينج متعدد ومختلف الاستعمالات طبعا، ولدينا من الطاقم كمبيعات وكستف لخدمة ما بعد البيع ولكستمر كستف الكستمر كير للعناية بالزبائن ما بعد العين ما بعد البيع طبعا، وطاقم المتخصص في الصيانة وتركيب المكائن والمعدات هو طاقم متدرب ذو كفاءة عالية يتم تدريبه في بلد المنشأ للمكينة. معظم مهندسين هم مهندسين أكفاء ومتدربين جيدا. طبعا لدينا احنا من المكائن الأوروبية والتركية والأمريكية متخصصين بها. طبعا لدينا مثل مكينة البايكال، هي مكينة تركية يعني هي صناعات مختلفة، يعني الصناعات الشيت ميتال فابريكيشن جنرالي، الستيل فابريكيشن، الستانل ستيل، الديكوريشن، الفاير ريتد دورز، الريفريجريتورز فاكتوريز، في كل ما يتعلق بصناعة الشيت ميتال فابريكيشن او الستيل او الستانل ستيل، حتى بعض الصناعات الاخرى مثل المرابل للمكائن الووتر جيت او المكائن الاخرى. لدينا طبعا شركتنا هي ليست للشيت ميتال اونلي، لدينا قسم متخصص بالحديد، قسم بالالومنيوم، وقسم بالخشب. طبعا في خلال السنوات الماضيه هي اصبحت صناعه متقدمه ومتطوره بهذا المجال، مما حدث بالتطور العمراني والاقتصادي في دوله الامارات، والكل لمس ذلك. يعني اصبحت سوقها منافس لبعض، يعني سوق الصناعه اصبح بشكل كبير ومنافس لدول الجوار والعالم المحيط. لدينا زبائننا في المصانع من المصانع المتقدمه او المتطوره بالامارات وبدول الخليج عدد كبير جدا تستخدم مكائننا. المكائن المتقدمة دائما في تطور بهذا المجال. يعني احنا اولا لدينا مكينة البايكال، بايكال هي شركة تركية. المكائن المهمة لدينا هي مكائنة اليوروماك، هي بانشينج ماشين. بانشينج ماشين هي مكينة CNC متقدمة جدا، متطورة بسرعتها. لديها من التولز من ستيشن 6 ستيشن مالتي تولز اوتو اندكس. هذه مكينة متعددة الأغراض كما تلاحظون، سرعة التخريم ودقته، الكواليتي العالية للمنتج يظهر سرعتها ودقتها. السيفتي سيستم فيها متقدم جدا متطور لحماية الماكينة ولحماية العمال أو الأوبريتر الذين يعملون عليها. تعمل بكنترول متقدم من الماكينة من مصنع يوروماك، المصنع المصنع للماكينة متقدم جدا. طبعا هذه الماكينة متوفرة لدينا بمقاسات وطنج مختلفة من 30 طن إلى 20 طن، 20 طن أو 50 طن. تعمل من 6 to 10 mm thickness لهذه الماكينة. مقاساتها من X والY من 1.250 to 2500.